وقوت عامهم الطويل المضني. تحت كل سنبلة من سنابل بحر القمح هذا خبأ فلاح محافظة الحسكة قطرة من العرق لتكون السنابل أعلى وأطيب. تبلغ نسبة إنتاج الحسكة من القمح أكثر من ثلثي إنتاج سوريا. أما في هذا العام فقد كانت التحديات كبيرة، وكانت السنابل تحت رحمة شرارة واحدة لتضيع أمام عيون أصحابها دون منقذ أو معين. هالموسم كويس كان، رغم ذلك من هالمشكلة الحريق صار بالعالم بالعمودة يعني بالأخص، عالم قدروا على الحصاد وعلى شغلات هيك، تجاوز على هالمشاكل مثل ما تقول. في شغلات الثانية صار عنا عم ناس مشكلة تقديم هالحنطة وين بده يودون. بسبب ضعف التسويق وتردد الفلاحين بتسليم قمحهم لدوائر نظام الأسد، كانت هذه المستودعات الملاذ الأخير لحبات القمح ولمواسم المزارعين، الأمر الذي زاد في الضغط المادي عليهم بعد ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات ووسائط النقل أمام انخفاض أسعار القمح مع انخفاض سعر صرف الليرة السورية. المعاناة الأولى هي من السعر، حيث كان الدولار العام الماضي ب 50 ليرة سوري والسعر كان حوالي 22 ليرة سوري، والسنة ارتفع الدولار إلى 150 ليرة سوري والسعر أصبح 36 و 37 ليرة سوري. هذا يعني أن سعر القمح أصبح الكيلو الغرام الواحد بربع دولار وليس نصف دولار حيث المبدأ من العام الماضي. في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها السوريون ثمة معوقات كثيرة تقف في طريق جوانب حياتهم كلها. ليست مشاكل الزراعة أول المشاكل، بل ربما تكون أسهلها أمام النزوح والقصف والموت المتواصل. لذلك فقد اعتاد شعب سوريا على الصبر وتحمل المصاعب. شبكة شام، الحسكة.